عليكم. مساكم الله بخير ومساء طيب إن شاء الله. أنا أخوكم دكتور إبراهيم الزايد، استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين. الليلة نتكلم إن شاء الله عن جوانب من العلاجات الدوائية في اضطراب فرط الحركة وشتة الانتباه. كما ذكرت من أول، الموضوع إن شاء الله بيكون عن الأدوية اللي تستخدم والعلاجات المصاحبة اللي نستخدمها في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. النقاش حيكون مركز على العلاجات واستخدامها، إذا في وقت إن شاء الله نتكلم على بقية الأمور الأخرى. في البداية مساكم الله بخير وكل عام وأنتم بخير بعد عيد الأضحى. اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي للأطفال وفي طب الأطفال. الاضطراب هذا من سنين، يعني ما هو اضطراب جديد، من سنين موجود، من في سنوات طويلة والاضطراب هذا موجود. أول ما ذكر الاضطراب هذا في 1902، يعني أحد الأطباء ذكر أن الاضطراب هذا موجود في حدود 20 طفل، لاحظوا عليهم وجود سمات فرط الحركة. من هذاك الوقت، من 1902، بدأ البحث العلمي في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. مع مرور الوقت تطور البحث. في 1918، لما كانت وباء التهاب السحايا الدماغية في أمريكا، فالتهاب السحايا يؤثر على مناطق معينة في الدماغ. لاحظوا جزء من الأطفال اللي أصابتهم التهاب السحايا الدماغية لديهم صفات مشابهة لاضطراب فرط الحركة وشتت الانتباه، فلاحظوا أن الاضطراب هذا عضوي، أنه نتيجة إصابة مناطق معينة في الدماغ تظهر لدى الأطفال اللي أصيبوا بالتهاب السحايا فرط حركة، تشتت انتباه، عجلة. فمن هذاك الوقت بدأت الانتباه لوجود الاضطراب هذا. تطور العلم ومع مرور السنين، في بدايات الخمسينات والستينات الميلادية، 1950 و 1960، بدأ الاضطراب يتبلور بصورة أكثر وبصفة أكثر وضوح، فأصبح فيه تسمية لأن في أطفال عندهم فرط حركة، وأطفال عندهم اندفاعية، وأطفال عندهم تشتت انتباه. أول مرة استخدم اضطراب فرط المصطلح ADHD اللي نعرفه حاليا في 1980. من هذاك الوقت بدأ استخدام المصطلح هذا، استخدام مصطلح ADHD. تبلور بشكل كبير من بداية الثمانينات، في 1994 مع دليل النفسي الأمراض النفسية قسم اضطراب فرط الحركة بصورة واضحة إلى ثلاث فئات: فئة الدفاعية والعجلة، فئة قلة التركيز، وفئة اللي تجمع الصفتين كلها. كانت مع تطور المرض والمعرفة أكثر بالمرض، كان في البداية يشترط ظهور الأعراض من قبل في 7 سنوات أو قبل، لكن لاحظ العلماء أثناء البحوث أنه ممكن أطفال تظهر لهم الأعراض بعد 7 سنوات، لذلك تغير التشخيص في الدليل الإرشادي للأمراض النفسية إلى في الدليل الجديد إلى عمر 12 سنة. هذا الكلام مهم على أساس نعرف كيف اضطراب فرط الحركة تصور له بدأ، أنه بدأ بالبداية كفرط حركة، بعدين تطور إلى مفهوم أشمل وأوسع اللي احنا نتصوره الآن. بالنسبة لاستخدام الأدوية في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كثير أمهات يسألون ليش أنا نستخدم دواء فرط الحركة للاضطراب هذا؟ ما يمكن علاج المرض سلوكيا أو علاجه بدون استخدام الأدوية؟ لكي نفهم تصور ليش الأطباء يصرون على استخدام الدواء، يجب أن نفهم آلية حدوث المرض. المرض في أساسه مرض عضوي، مرض بيولوجي، اللي يصير في نقص في إنزيم معين في الدماغ، إنزيمين يسمى إنزيم الدوبامين وإنزيم النور إبنفرين، يكون فيهم نقص. النقص هذا إضافة إلى عدم تطور مناطق معينة في الدماغ
يؤدي إلى ظهور الأعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. لكي نفهم أكثر، الله سبحانه وتعالى خلق الدماغ بحجم فاكهة الجريب فروت، فيها بلايين بلايين الأعصاب، وتتم نقل المعلومات خلال السيالات العصبية بين عصب وآخر بسرعة متناهية. بلايين السيالات العصبية تنتقل بين عصب إلى آخر في الوضع الطبيعي. اللي يساعد في نقل السيالات العصبية وجود إنزيمات معينة في بين عصب إلى آخر، تكون في إنزيمات معينة. من الإنزيمات هذه هو إنزيم الدوبامين وإنزيم نور إبنفرين. وجدوا في الدراسات ان يكون في مشكله في الانزيمين هذه، في انزيم الدوبامين وانزيم النور ابنفرين. فاثناء البحوث والدراسات اجريت البحوث على عدد من الادويه، وجد ان جزء منها فعال في مساعده في تعويض النقص هذا. في الادويه علاجات فرط الحركه ونقص الانتباه ما تضيف شيء جديد الى الطفل، هي مجرد تعويض عن شيء ناقص في النظام العصبي في الدماغ لدى الطفل. فهي عملها على عدة نقاط. النقطة الأولى زيادة توفر المادة هذه، مادة الدوبامين أو مادة النور إبنفرين. الأمر الآخر تقليل خسارتها في الدماغ وتقليل تكسيرها في الدماغ. النقطة الثالثة السيالات، زيادة إفراز السيالات العصبية بحيث تكون تنقل المعلومات في الدماغ بشكل أوضح وبشكل أحسن. هذا من ناحية الجزء العضوي في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. إن شاء الله خلال النقاش هذا بنتكلم على أنواع العلاجات اللي حتستخدم في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الأعراض الجانبية لهذه الأدوية، مدة استخدام الأدوية، وكيفية نزيد التزام الأطفال والمراهقين باستخدام هذه الأدوية، طرق وتكنيكس معينة في زيادة انتظام الأطفال في العلاجات هذه. العلاجات اللي تستخدم في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هي مجملا فئتين، فئة ما يسمى المنبهات أو الستيمولنت، وفئة أخرى غير فئة الاستيمولنت والمنبهات. فئة الاستيمولنت والمنبهات تشتغل بصورة رئيسية على الإنزيم الدوبامين. الفئة الأخرى فئة النور اللي ما تشتغل على فئة النور إبنفرين. من أكثر الأدوية اللي تستخدم الفئة الأولى فئة المنبهات، الأدوية المتوفرة عندنا بالسعودية في دوائين هم أكثر شيوع واستخدام، دواء الريتالين ودواء الكونسيرتا. يمكن أغلب الأسر وأغلب الأمهات يعرفون الدوائين هذه وسبق أن جربوها. الفئة الأخرى الأدوية ما تشتغل على الدوبامين، تشتغل على إنزيم آخر يسمى نور إبنفرين، وفيها أدوية كثيرة، منها دواء الستراتير اللي هو الأتوموكسيتين، أدوية ثلاثية الحلقات مثل الإميبرامين، في أدوية الكلونادين، كل هذه من الفئة الثانية. يجب أن نتفق على شيء واحد في البداية قبل الكلام على الأدوية. العلاجات لا تشفي تماما من المرض، الشفاء التام من المرض العلاجات ما لها دور في الشفاء. العلاجات تساعد الطفل في تعويض النقص الموجود عنده بحيث أن يتجاوز العقبات الموجودة، العقبات سواء السلوكية من العجز، كثر الحركة، كثر الاندفاع، عدم التركيز، عدم الانتباه، النسيان، تقلبات المزاج، كل الأعراض هذه بإذن الله الأدوية تساعد في التحكم فيها بشكل جدا جدا كبير، لكنها ما تضيف شيء للطفل. ولذلك الأدوية هذه ممكن الأم تأخذها، عفوا الطفل يأخذها، وبعد فترة يوقفها، ما فيها أي نسبة إدمان، إدمان جدا جدا ضعيف في الأدوية هذه. تصل نسبة التحسن في مع استخدام الأدوية إلى 80%، وهذه الحمد لله نسبة مرة مرة طيبة، مرة ممتازة. نسبة 80% من الحالات تحسن على مع استخدام العلاجات الدوائية. نسبة 5% من الأطفال والمراهقين اللي يستخدمون العلاجات ما للأسف ما يتحسنون على الأدوية هذه، يكون فيه طرق أخرى للمساعدة في العلاج. لو بدينا نتكلم عن الأدوية بالتدرج على
عفوا الأدوية، فأول دواء نتكلم عنه هو دواء يسمى الكونسيرتا. الدواء هذا من فئة الأدوية اللي تشتغل على مادة الدوبامين. الدواء هذا يؤخذ الصباح، مدة فعاليته في الجسم حدود 10 إلى 12 ساعة. الدواء مبني على تقنية الإفراز البطيء جوا الجسم. الحبة من طريقة استخدام الدواء أن الحبة مصنوع بطريقة الحبة ما ينفع، إذا في وقت إن شاء الله الأخ اللي يسأل أو الأخت إن شاء الله نتكلم عن البالغين، ممكن يكون في وقت ونتكلم عن البالغين بإذن الله. عفوا مرة أخرى، الكونسيرتا فيه مبني على تقنية أن المادة الكيميائية موجودة جوا الحبة وتفرز بالتدرج طول 10 أو 12 ساعة، لذلك ما هو مناسب ولا يصلح أن الحبة تكسر أو تدق أو تميع، لأنه تفقد الخاصية هذه، بيكون إفراز الدواء بكمية كبيرة جوا الجسم، لذلك هو مناسب للأطفال اللي يستطيعون يبلعون الحبة بشكل دائم. من فوائد صناعة الحبة بالطريقة هذه أنها ما يكون في فرصة أنها تؤخذ كمية المادة وتكون تعرض الشخص للإدمان أو شيء. الدواء، جميع أدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه تعطى من عمر وقت المدرسة، من 6 سنوات فما فوق. الدواء الصيغة الأخرى من مشابه الكونسيرتا هو يسمى الريتالين. الريتالين جدا مقارب للكونسيرتا لكنه فعاليته في الجسم أقل، حدود 4 إلى 5 ساعات. الميزة في حبوب الريتالين أنها ممكن تكسر للأطفال اللي لديهم صعوبة في بلعها، فعاليته فترة قليلة في الجسم، لذلك يعطى للأطفال الأكثر الصغار في السن، الأطفال اللي يحتاجون فقط العلاج فترة بسيطة وقت المدرسة أو بعد خروج المدرسة فترة بسيطة، بقية اليوم يكون الطفل ما هو بحاجة لاستخدام الدواء. هذه أكثر دوائين يستخدمون من فئة الأدوية الاستيمولات أو المنبهات. في أدوية أخرى مثل دواء الأتوموكسيتين أو دواء الاستراتيرا، هذا يعمل بطريقة مختلفة عن الكونسيرتا والريتالين. يعمل على مادة النور إبنفرين المختلفة عنهم. الدواء هذا فترة فعاليته في الجسم فترة طويلة، وهذه ميزة بحيث الطفل ما يحتاج يأخذ الدواء أكثر من مرة في اليوم، يبقى تأثيره في الجسم في الغالب بقية اليوم، فلذلك يساعد الأطفال في طول اليوم بعد الرجوع من المدرسة وفي الصباح يكون الدواء موجود في الجسم، فلذلك إشكالية الصباح وتقوم الطفل للمدرسة، في صعوبة في إنه يصحى من النوم، صعوبة ترتيبه للأغراض المدرسية، استعداده للذهاب للمدرسة، يكون الدواء متواجد في جسمه ويساعده في الأمر هذا. هذا أكثر 3 أدوية تستخدم. في أدوية أخرى تستخدم برضه اللي هي أدوية ما مثل الدواء الكلونادين. الدواء هذا برضه يستخدم وأثبت فعاليته في علاج اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، بالذات يستخدم الأطفال اللي عند سمات بارزة فيه سمات العنف العدوانية، أو الأطفال اللي عندهم مشاكل كثيرة في النوم، ممكن يستخدم الكلونادين وحده أو يستخدم مع أدوية أخرى بناء على التقييم الطبي. هذا كله احنا نستعرض الأدوية هذه نتكلم عنها مجملا، لكن اختيار الدواء وكم جرعته وكم صيغته هذه يحددها الطبيب المعالج للطفل. يمكن هذه أكثر أدوية تستخدم برضو في دواء الإيميبرامين، يستخدم في اضطرابات فرط الحركة وشتت الانتباه، بالذات الأطفال اللي عندهم التبول الليلي يساعد في الأمر هذا. الأعراض الجانبية، نتكلم عن الأعراض الجانبية للأدوية. هل الأدوية تسبب إدمان؟ كثير الأمهات يسألون ولهم حق يسألون. هل الأدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه تسبب إدمان؟ أثبتت الدراسات أن الأطفال والمراهقين اللي يأخذون الأدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه نسبة
تعرضهم للإدمان أقل بكثير جدا جدا من الأطفال اللي والمراهقين اللي ما أخذوا الأدوية. فلو افترضنا طفل أو مراهق استخدم الأدوية، فإن في مستقبلا عرضته أنه يستخدم المخدرات أقل بكثير من الشخص اللي ما أخذه، النسبة تقل إلى 85%. ليش؟ لأن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فيه سمة الاندفاعية في وحب التجريب وعدم التحكم في الانفعالات بشكل كبير. فلما المراهق ما ياخذ الادويه، ما يعالج بالطريقه المناسبه، فتكون الاندفاعيه موجوده، فحب التجريب يكون موجود، فلذلك يكون عرضه اكثر للمخدرات. فلذلك فكره ادمان المخدرات او الادمان تقل بكثير بشكل كبير جدا جدا مع استخدام علاجات فرط الحركه وتشتت الانتباه. أهم الأعراض اللي نلاحظها مع استخدام أدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه هي أعراض قليلة، ما هي كثيرة. نسبة الأمان في استخدام الأدوية في نسبة عالية جدا جدا جدا، لأن الأدوية هذه جزء كبير منها استخدم سنوات طويلة جدا، يعني ما هي أدوية حديثة، من سنوات قديمة استخدمت الأدوية هذه والعلاجات وعليها دراسات وأبحاث كثيرة، فنسبة الأمان فيها عالية جدا. الريتالين من دواء قديم جدا، استخدم من أكثر من 45-50 سنة وعليه أبحاث كثيرة، من أكثر الأدوية في الطب الأطفال اللي أدرس واستخدم، فمعروف أعراضه الجانبية واستخداماته، ومعروف الأعراض اللي ممكن تظهر منه. إيش الأكثر الأعراض اللي نلاحظها في العيادة والأهالي يشتكون منها؟ من الأعراض هي أول واحد اللي هو قلة الشهية. يلاحظ أنه مع بداية استخدام الدواء تشتكي الأمهات أن الولد يقل شهيته الأكل، وهذا شيء صحيح، يحدث قلة شهية للطفل، قلة شهيته الأكل، لكن هذه مع استمرار في استخدام الدواء يقل الشيء هذا. الأمر الآخر أنه ممكن يتلافى الشيء هذا بعدة أمور، أنه يعطى العلاج مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة، بعد ما يأخذ الطفل وجبة جيدة. الدواء يأخذ الطفل الصباح، في نهاية اليوم بعد الرجوع من المدرسة قبل المغرب يأخذ وجبة كويسة، بحيث يكون الطفل العلاج انتهى من جسم الطفل وشهيت الطفل رجعت وانفتحت، في إمكانيته يأخذ العلاج. فهذا طريقة لحل إشكالية ضعف الشهية في الطفل. نقصان الوزن، يلاحظ أنه ممكن يكون في نقصان بسيط في الوزن، وعادة هذا يكون في البداية استخدام العلاج أيضا. جسم الطفل يتعود على العلاج، في نقصان الوزن يعوض لاحقا لما تتحسن شهية الطفل، لأن نقصان الوزن ما هو بسبب مرض هرموني أو شيء، لا، هو بسبب الأعراض الجانبية من نقص الشهية. مع استمرار في أخذ العلاج وتقنية إعطاء الطفل الوجبة في نهاية اليوم، هذه بتساعد كثير في إشكالية نقص الوزن اللي يصير عند الطفل. كان سابقا يتكلم عن في القديم أنه ممكن ينقص طول الطفل، أن الطفل يكون ناقص طوله. الدراسات أثبتت أن الأطفال يكون في نقص بسيط أحيانا في طول الطفل، لكن لما يصل إلى مرحلة البلوغ وقارن الأطفال اللي أخذوا الأدوية والأطفال اللي ما أخذوا العلاجات، فوجدوا أن طولهم جدا مماثل بعض. في مرحلة المراهقة النقص البسيط هذا يعوضه الطفل في مرحلة الشباب. من الإشكاليات الأخرى صعوبة في النوم، بالذات استخدام الأدوية الريتالين واستخدام الكونسيرتا، يكون في صعوبة الطفل ينام. لذلك الأدوية تعطى الصباح بدري، سواء الريتالين أو الكونسيرتا يعطى الصباح بدري، يكون وقت النوم تكون تأثيرها انتهى من جسم الطفل. إذا يحتاج الطفل جرعة من الريتالين على للدراسة في بعد رجوعه من المدرسة، فتعطى الجرعة بدري قبل ما يدخل الطفل يكون وقت النوم، لأن فعالية الريتالين في الجسم في أغلب الأطفال من 4 إلى 5 ساعات، فلما يجي وقت النوم يكون الدواء طلع من جسم الطفل فاستطاعته النوم بسهولة. من طريقة أخرى لحل مشكلة قلة النوم، أنه ممكن الجرعة إذا استمرت مع تغيير وقت الجرعة وإعطائها بدري واستمرت مشكلة النوم، ممكن تنقص الجرعة شوي بحيث أنه تبدأ ما يكون لها تأثير على النوم. من الأشياء الملاحظة باستخدام الأدوية الريتالين أو الكونسيرتا، أنه الطفل يأخذ الدواء الصباح
على نهاية اليوم بعد رجوع الطفل من المدرسة يكون فيه تغير في مزاج الطفل، عصبية، انفعال، ممكن زيادة حركة شوي. هذه تكون في الغالب أنه الدواء بدأ يطلع من جسم الطفل، وبعض الأطفال يكون لهم حساسية من الدواء فتظهر الأعراض هذه. إذا استمرت الأعراض وأصبحت مشكلة للطفل أو يلاحظ الأهل بشكل كبير، ممكن تعطى جرعة بسيطة من الدواء من الريتالين قبل ظهور الأعراض هذه، بحيث أنه يبقى منسوب الدواء في جسم الطفل إلى وقت النوم. كذلك أنه في وقت ظهور الأعراض هذه مفترض يكون الطفل أنهى واجباته المدرسية، أنهى التزاماته، بحيث أنه ما يحتاج جهد كثير للتحكم في انفعالاته. طيب ابشر، زين الصوت واطي، معلش آسف جدا، نرفع الصوت إن شاء الله. يمكن هذه من أكثر الأعراض اللي تلاحظ في استخدام الأدوية، الأدوية الاستمنت سواء الكونسيرتا أو الريتالين. الاستراتيرا هو دواء مختلف عنهم، يستخدم اللي هو يسمى الأتموكسيتين، والاسم التجاري استراتيرا، يستقل على مادة النور إبنفرين، تقنية مختلفة عن الكونسيرتا والريتالين. الدواء هذا ما من الميزات اللي فيه أنه ما يسبب مش إشكاليات في النوم، ما في تأثير بشكل كبير على الشهية، فعاليته في الجسم طويلة، وهذه أدفانتج وفائدة أنه ممكن يستخدم طوال، يبقى تأثيره على الطفل البقاء أثناء اليوم كله. أعراضه الجانبية قليلة جدا جدا، ما تذكر. يمكن في البداية يحس الطفل غثيان أو آلام في البطن، وبعده يتأقلم عليها الطفل. هذه من أكثر الأعراض اللي تلاحظ في استخدام الدواء الأتموكسيتين اللي هو استراتيرا. هل الإدمان مشكلة في استخدام أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ يمكن ذكرنا في البداية هذا ما هو وارد بشكل كبير في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقين، لأنه هذا عدة أسباب. من أهم الأسباب أن الأدوية تعطى بوصفة طبية وجرعات بسيطة، فلذلك الإدمان يظهر في الغالب لما يكون في زيادة مفاجئة في إنزيم الدوبامين، فيكون الشخص عرضة أكثر للاشتياق والإدمان، وهذا ما يصير في الأدوية اللي تستخدم فرط الحركة وتشتت الانتباه. تفرز بطريقة بطيئة جدا جدا خلال الجسم على طول اليوم أو عدة ساعات بناء على التقنية الموجود فيها الدواء. الطريقة الأخرى أنه الأدوية تعطى بجرعات بسيطة، ما هي الجرعات اللي تسبب الإدمان. النقطة الثالثة أنه في على أرض الواقع الأطفال أهلهم يناقشونهم ويحاولونهم على أنهم يأخذون الدواء. الطفل قليل جدا من الأطفال اللي هو بنفسه يبحث عن الدواء أو يشتاق للدواء، فهذا يعني إثبات في أرض الواقع أنه ما في الاشتياق هذا اللي موجود مع الناس اللي يستخدمون المخدرات. من الأسئلة إن شاء الله حنا نتناقش فيها ونجاوبكم عليها بإذن الله في نهاية النقاش، هنرجع لها ونناقشها بإذن الله تعالى. من الأشياء اللي كثير الأهالي يسألون عنها مدة استخدام العلاج، هل الدواء العلاج فترة أيام، أسابيع، أشهر، سنوات، كيف يستخدم العلاج؟ الجواب على السؤال هذا من فهمنا وتصورنا الاضطراب نفسه. الاضطراب عبارة عن نقص انزيمات معينة في الدماغ وفي مناطق خلايا معينة في الدماغ ما تطورت، فلذلك الدواء يعوض النقص هذا بإضافة المادة الكيميائية هذه بتعوض النقص. لذلك الدواء يستخدم في الغالب في أغلب الحالات يستخدم عدة سنوات. الطفل يبدأ يستخدمه من مرحلة الطفولة إلى سن المراهقة 18-17 سنة، بعد ذلك جزء من الأطفال ما يحتاجون الدواء. ما يكون لهم حاجة في استخدام الدواء. لما نستخدم الدواء يكون هل يستخدم طول أيام الأسبوع؟
هل يستخدم فقط وقت المدرسة؟ هذا يعتمد على وضع الطفل. في أغلب الأطفال استخدامه بشكل يومي طوال أيام الأسبوع. ليش يستخدم؟ لأنه أغلب الحالات الأطفال في الغالب أنه يكون في اضطراب في التركيز وقصر في التركيز وانتباه الطفل، وفي شيء آخر اللي هو حركة الطفل واندفاعيته. فالهدف مو فقط دراسة الطفل، هدف سلوكه أثناء اليوم كله. في ذلك يستخدم طول أيام الأسبوع. في نسبة معينة من الأطفال لا، فقط الإشكالية فقط في التركيز والانتباه والتركيز وقت المدرسة، في ذلك يستخدم فقط وقت الدراسة، وهذه نسبة يعني ما هي كثيرة من الأطفال. هل يستخدم في إجازة الأسبوع، في الإجازات الصيفية وما في مدارس؟ مرة أخرى يعتمد على وضع الطفل. أغلب الأطفال نعم بحاجة استخدامه، لأنه إذا ما فيه احتياج لتركيز في وسط الدراسة فهو احتياج تركيز في أمور الحياة، في تفاعله مع أقرانه، في تفاعله مع أسرته، في انتباهه، في السلوكيات المصاحبة لاضطراب فرط الحركة، الاندفاعية، العجلة، كثر الحركة، فهذه تكون موجودة طول السنة، فلذلك يستخدم الدواء بشكل دائم. من الأشياء المهمة متى، اللي أهالي كثير يسألون عنها، متى نعرف إنه نحن نوقف الدواء؟ انه وصلنا الى مرحله نقول خلاص الان ما عاد يحتاج، ما نحتاج الدواء، الدواء خلاص الان ما في حاجه بشكل كبير له. في عده نقاط يلاحظ بعد استخدام الدواء عده سنوات، يلاحظون الاهل انه مثلا انه لما تزاد جرعه الدواء ما في اي ما يفرق، انه الجرعه هذه او الجرعه اللي اعلى منها ما في فرق في الاستجابه، يمكن هذه احد الدلالات انه ما في هذا الوقت بنبدا نوقف الدواء. من الدلالات الاخرى انه لما يوقف الدواء في اجازه الاسبوع ما يتاثر سلوك الطفل، ما يتاثر انتباهه وتركيزه، فهذه احد الدلالات انه وصلنا، ممكن وصلنا بعد استخدام الدواء عده سنوات انه ما في، ممكن الان نبدا نوقف الدواء. كذلك في الصيف انه ممكن يجلس الطفل فتره الصيف شهر 3 شهور بدون استخدام الدواء، بدون ما يكون في تغيير في سلوكه او في تركيزه وانتباهه، تكون هذه احد الدلالات انه ممكن هذه فتره الان بعد انه ممكن يوقف الدواء في الفتره هذه. بما أن الدواء ما يشفي ولا ينهي الأعراض، ليش نصل إلى مرحلة إنه خلاص نوقف الدواء؟ السبب إنه ممكن عدة نظريات للشيء هذا، منها إن مناطق معينة في الدماغ ما كانت متطورة ونامية بالشكل المطلوب مع مرور السنين، والطفل كبر وصل لمرحلة الشباب المراهقة، المناطق هذه نمت وأصبحت متطورة بشكل جيد ورجعت إلى وضعها الطبيعي، وتنقل السيالات العصبية بشكل جيد، فأصبح الطفل ما هو بحاجة للدواء، في ذلك يوقف الدواء. شيء آخر إن الطفل أصبح الآن شاب، واحتياجاته في اللي كان يحتاج الدواء لها في فترة الطفولة ما هي متواجدة الآن في وهو شخص أكبر. اندفاعيته، عجلته، احتياجه في التركيز ممكن اختلف من مرحلة إلى مرحلة، يكون هذه أحد الأسباب. يمكن النقطة الأخيرة اللي بنتكلم عنها اللي هي كيف نزيد التزام الطفل وتقبله لأخذ الدواء. يعني كما تعرفون أن أخذ الدواء عدة سنوات، وأخذ الدواء عدة سنوات يحتاج جهد كبير من الأهالي وتعاون كبير من الطفل. من الاستراتيجيات اللي نستخدمها أن في بداية استخدام الدواء وأثناء فترة العلاج يناقش مع الطفل ومع المراهق أن الدواء هذا ما هو بسبب أنه يضيف له شيء جديد، لا، هو يعوضه عن نقص موجود له. النقطة الأخرى أنه يبين للطفل والمراهق أنه تركيزه موجود، هو عنده موجود التركيز، لكن التركيز هذا ضعيف وفترته قصيرة، فلذلك ما يساعده في أمور حياته سواء الاجتماعية أو أموره الدراسية. أقرب تشبيه وتمثيل له مثل الناس اللي يلبسون النظارات الطبية. الشخص اللي يلبس النظارة الطبية في الغالب يستطيع الرؤية، يشوف الشيء اللي قدامه. الأخت اللي تسأل موضوع عن اضطراب فرط الحركة، استخدام العلاجات في اضطراب فرط الحركة، في يضرب الطفل أو المراهق مثال إنه
الطفل اللي يلبس، الشخص اللي يلبس النظارات الطبية يستطيع الرؤية، لكنه يلبس النظارات عشان تزيد رؤيته. كذلك الدواء، الدواء أنت تستطيع التركيز إلى حد ما، لكن أخذ الدواء بيساعدك في زيادة التركيز وفي زيادة فترة التركيز، فهذا يعطي الطفل قناعة ويساعده في الأمر هذا. ذكر للشاب والمراهق أن الدواء هذا ما يجبره على يركز في أشياء، يجبره على التركيز في أشياء محددة، التركيز يظل خيار شخصي بالنسبة له، إذا حب التركيز في أمر ما فهذا بيساعده فيه، ما هو يجبره على التركيز في شيء معين. الشيء الآخر أن الدواء بيكون جانب إيجابي وجانب مضيء في حياته، بالذات في مرحلة المراهقة، أنه بيساعده في التفاعل مع أقرانه، يساعده في التفاعل مع زملائه، الجهد الدراسي بيقلل عليه، الجهد والتعب اللي يبذله أثناء الدراسة بتكون فترة المذاكرة أقل، أثناء اللعب، أثناء التفاعل الاختلاط بالآخرين يكون سلوكه أفضل، يكون أداءه أفضل. النقطة الأخيرة، يعني يذكر للطفل والشاب أن هذا الدواء ما هو عقاب، ما هو بسبب أن سلوكه سيء يعطى العلاج هذا، ما هو بسبب أن تصرفاته سيئة يعطى العلاج هذا، بأن يعرف أن التصرفات هذه ناتجة عن المرض، والعلاج هذا يساعده في مجمل الاضطراب كله. يمكن هذا أكثر الأشياء اللي نركز ونتكلم فيها. النقطة المهمة كثير الأهالي يسألون عنها، اللي هو هل العلاج السلوكي وحده يفيد أم ضرورة العلاج الدوائي، أو نجمع بين الأمرين كلها. في أغلب الحالات الجمع بين العلاج الدوائي والعلاج السلوكي جدا مهم، هو الأفضل والأمثل في استخدام في طريقة العلاج. حالات قليلة جدا، بعض الحالات البسيطة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ممكن العلاج السلوكي وحده يفيد فيها، لكن أغلب الحالات العلاج الدوائي ضروري وأساسي، بسبب أن الاضطراب ناتج عن اضطراب عضوي، نقص إنزيم معين في الدماغ ونقص تطور خلايا معينة في الدماغ، لذلك العلاج الدوائي يعوض عن النقص هذا. النقطة الأخرى، أنه الطفل اللي لو افترض في العلاج السلوكي في اضطراب فرط الحركة، يجب أن يكون الطفل عنده قدرة على التركيز وقدرة على الانتباه، وهذه غير متوفرة بشكل كبير في الأطفال اللي عندهم اضطراب حركة وتشتت انتباه، ما يستطيعون التركيز والانتباه فترة طويلة، لذلك آلية استخدام العلاج السلوكي وحده ما تكون ناتجة وناجعة بشكل كبير وتفيد الطفل. سرعة الملل، سرعة الاندفاعية تكون عائق في بدء في استخدام العلاج السلوكي وحده. أرجو إن شاء الله أن يكون في فائدة في النقاش هذا والمعلومات اللي أخذتوها، وربنا يكتب فيها الفائدة. نرجع الآن للأسئلة، الأخوة والأخوات اللي سألوا. في سؤال هنا، أكيد وعي الطفل بحالته وإشراكه بالعلاج مهم؟ نعم مهم، بالذات لما يكون الطفل في مرحلة في سن الدراسة وفي عمر المدرسة، وكل ما كبر الطفل كل ما زاد يجب إدراك إشراكه بحالته ووعيه فيها، لأن فترة العلاج فترة طويلة عدة سنوات، فيجب أن يكون الطفل فاهم للعلاج. انه مثل بعض الأهالي يقول الطفل هذا الدواء هذا فيتامين أو هذا، لا، يجب أن يفهم الطفل بصورة مبسطة له أن الدواء هذا يساعده في جوانب النقص اللي عنده بطريقة مبسطة يستطيع الطفل فهمها، وفي طريقة تناسب عمر الشاب المراهق. إذا تكرمت عن نتكلم عن أي شيء بديل عن هذه الأدوية، زي ما ذكرنا الأدوية هي ضرورة للعلاج الدواء. الأدوية الأخرى البدائل ما أثبت علميا، ما أثبت فعاليتها، ممكن تفيد في حالات بسيطة أو ممكن ما يكون فيها الفائدة. فالمثبت علميا هو الأدوية هذه، وفائدتها كما ذكرنا أنها أمانها بشكل كبير جدا جدا جدا. إذا الأهل لاحظوا أن الطفل فيه خمول أو خدر، فهذا أعراض جانبية ممكن نتناقش مع الطبيب، في الغالب أنها نادرة الحدوث، وإذا حدثت ممكن تغير الجرعة
مع طبيب معالج تكون الأعراض الجانبية قليلة جدا جدا. الاضطراب بالنسبة بشكل مختصر، الاضطراب هذا هو الأخ والأخت اللي سألوا عن الاضطراب، أنه هل هو يصل البالغين؟ نعم، الاضطراب موجود في البالغين لأنه هو جميع فترات العمر. من الاضطراب في تطور الدماغ وجزء منه بسبب وراثي، موجود من الطفل موجود في رحم أمه إلى أن يصل مرحلة البلوغ ومرحلة الشباب في الثلاثينات والأربعينات من عمره. في كل مرحلة عمرية يكون فيه سمات معينة للاضطراب. في مرحلة البلوغ يكون كثر الحركة تقل، لكن يبقى إشكالية التركيز والانتباه. يكون الشخص غير منتج في عمله، يكون فيه فوضوية، فيه اندفاعية، في أخذ الأخطار، تكون القيادة متهورة، ممكن يلجأ إلى استخدام المخدرات لتعويض نقص الانتباه والتشتت اللي عنده، يؤدي إلى قلة الإنتاج الوظيفي، يكون الشخص سرحان كثير، عدم انتباه كثير، ما يؤدي المهام الموجودة عنده، في صعوبة في العلاقات بينه وبين سواء الشخص المتزوج أو بينه وبين زوجته أو زوجة بينها وبين زوجها، في زملاء في العمل تكثر الإشكاليات بسبب الاندفاعية وعدم التحكم في المزاج. وإن شاء الله يكون في فرصة أخرى نتكلم عن اضطراب البالغين. متى العمر المناسب لأخذ الدواء؟ العمر يكون من عمر وقت المدرسة، من عمر 6 سنوات فما فوق تبدأ استخدام الأدوية سواء المنبهات من الريتالين والكونسيرتا أو دواء الاستراتيرا، تكون بداية من أخذ العمر هذا. في أدوية أخرى تستخدم للعمر اللي أقل في الحاجة، ممكن تستخدم الأدوية الأقل من في العمر الأقل من هذا في الحاجة. إن شاء الله الحساب الشخصي بإذن الله الإخوان في إشراق ينشرونه. إذا وقف العلاج وعملت له برنامج تحفيزي نتائجه كانت أفضل من الدواء، بعد استخدام الدواء فترة معينة أو ممكن تبدأ البرامج العلاج السلوكي، وهذه جدا تفيد وتساعد الطفل. الأطباء المتخصصين في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أطباء الأعصاب، لديهم القدرة على تشخيص المرض ومعرفته. عندي طفل شحنات الكهربائية، عنده شحنات كهربائية ما جاب نتيجة مع دواء استراتيرا، ينفع يأخذ أدوية منبهة ولا ما تناسب؟ بشكل عام دواء الأتموكسيتيل واستراتيرا أفضل من الأدوية الأخرى، لكن إذا استخدم ولا ناسب ممكن الطبيب اللي عالجه يقيم الحالة. في بعض الحالات نعم ممكن تستخدم الأدوية المنبهة الريتالين أو الكونسيرتا، لكن ما هي الخيار الأمثل؟ يجب تقييم حالة الشحنات الكهربائية الموجودة عند طبيب الأعصاب، تقييم حالة الطفل، حالة وجود اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وممكن تستخدم الأدوية هذه مع إشراق مع عفوا إشراف طبي. أرجو إن شاء الله نكون أفدناكم في استخدام الأدوية، وإن شاء الله ربنا يكتب بها الفائدة والخير. أشكركم على الاستماع وعذرا على الإطالة، طولنا عليكم. تصبحون على ألف خير وفي أمان الله. شاكر ومقدر لكم يا أخوان.